خايف ان الله قدر في هون عليك. الشاهد الذي اسال اليه ان ما في شيء الا وعلم الله بقدمه. ثانيا ثم كتب قبل ان يخلق السماوات 50,000 سنة لحديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم. ثالثا شاء الله الان هزيت كذا فعل الزلها شاء منذ ان شاء وقع خلق. اذا كل شيء في الوجود مر كم مراتب؟ اربع مراتب، اربع مراحل. الاولى العلم، الثانيه الكتابه، الثالثه المشيئة، الرابعه. طيب انت ذاكر انا وياكم ما دليل العلم؟ يعني اي دليل؟ ان الله بكل شيء عليم، ان الله بكل شيء عليم، وهكذا. طيب ما دليل الكتابه؟ اكتب، احسنت، اكتب ايضا من القران. ايش؟ ان ذلك في كتاب، ان ذلك الله. كل صغير وكبير في الكتاب. طيب ما دليل المشيئة؟ وما تشاور لي ان شاء الله. ما دليل الخلق؟ الله خالق كل شيء. اذا هذا يا اخوان مراتب القدر اربعة، وقد اجمع الانبياء واهل السنة طبعا باب اولى. هذا كل ما تراه واقعا يمر بالمراحل الاربعة هذه. طيب